يمكنكم متابعة برامج وأخبار قناة النهار أو القناة الإخبارية في الجزائر على موقعنا على اليوتيوب، كما يمكنكم التفاعل معنا من خلال تسجيل تعليقاتكم على كل الأحداث الحصرية التي ينقلها تلفزيون النهار. إلى موضوع آخر، اختصاص طب النوم هو اختصاص جديد، وذلك رغم انتشار الأمراض المتعلقة بالنوم في الجزائر بصفة كبيرة، الأمر الذي يفرض الاهتمام به من قبل مختلف التخصصات. صابرين عبو عبلة والتفاصيل. قبل سنوات مضت لم يكن الحديث في الجزائر عن تخصص طب النوم، ولكنه اليوم يعتبر اختصاصا قائما بحد ذاته. يتعرض هذا الاختصاص إلى أهم الأمراض المتعلقة بالنوم. طب النوم يعني هو اختصاص يعني جديد في الجزائر، هو يضم يعني بعض الاختصاصات، منها يعني مرض الاعصاب، مرض الاطفال، امراض القلب والشرايين، امراض الطب الداخلي. مرض اللي منتشر بنسبه اللي تماثل نسبه انتشار مرض ضغط تاع الدم ولا مرض سكر. إذا كان الحديث اليوم عن اختصاص قائم بحد ذاته يهتم بأمراض النوم، فهذا يدفعنا للتساؤل عن إمكانية تكفل مصالح الضمان الاجتماعي بهذه الأمراض، خصوصا مع انتشارها الواسع في الجزائر. هناك تشخيص هذا المرض لازم له أجهزة، وجهزة موجودة في السوق ولكن غالية. هي المفروض الضمان الاجتماعي تشوف من هذه الجهة، لأنها تعوض إذا ماشي بالكل ولكن بصفة يعني جزئية. هذا الماكينات هذه اللي هي أصبحت ضرورية نوعا ما. راهم كاع الاختصاصات هنايا، راهو طبيب العام، طبيب الاختصاصي، طبيب الطفل الصغير، النورولوج، البسيكياتر، جمعناهم هنا باش فهمهم باللي هذا الطب، طب النوم هذه مهم، يعني مهم في العمل اليومي تاع الطبيب. الشخير، الاختناق النومي، ومختلف اضطرابات النوم، كل هذه الأمراض تنتشر بصفة كبيرة في المجتمع الجزائري، وهو ما يسعى طب النوم إلى التعريف به للتمكن من معالجته. هل أعجبكم الفيديو؟ اشترك، سجل تعليقك أو موقفك أسفل الصفحة، لأن رأيك يهمنا إيجابيا كان أو سلبيا، لأننا نهتم كثيرا بوجهة نظركم.